كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك عليكم، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج موعد رمضان اللي راح نكون فيها معكم من ريف حلب الغربي. ومن ريف حلب الغربي راح يكون معنا اليوم ضيف لبرنامج موعد رمضان العم ابو محمد. العم ابو محمد رب اسره في ريف حلب الغربي مؤلفه من 8 اولاد، الابن الاكبر شهيد، الاطفال او الاولاد الثلاثه التاليين حافظين للقران الكريم، مزارع ومدرس وسائق لصهريج مي. راح نكون معه اليوم بشكل كامل لنتعرف اكثر على حياته، وراح نرافقه ضمن منزله وضمن عمله لحتى نحن وانتم نكون بشكل اكبر مطلعين على كل تفاصيل حياته، كونه اليوم راح يكون معنا ضيف في برنامج موعد رمضان. تابعونا. كانت حياتي الأول يعني أنا وصغير دراسة وشغل ما كنت أحسن يعني، فتركت الدراسة وساعدت أبوي في أعماله يعني، وبعدين الحمد لله الله أكرمني بعد تقريبا انقطاع 15 سنة عن الدراسة، قدمت التاسع حر والبكالوريا حر والحمد لله يعني حصلناهم. وبعدين كمان يعني الأمور صارت شديدة شوي بالنسبة للشهادات والمجاميع، ف يعني ما طلعنا فرعاً، فاتجهنا لل الحمد لله عندي حلقة قرآن، أنا بدرس قرآن إجازة الحمد لله، وأعمالي الثانية يعني على السيارة توزيع مي و يعني أعمال حرة بشكل عام. يعني نحن قلنا لك للظروف الصعبة اللي صارت معنا يعني، فحبينا نشتغل شغلة فيها أجر وأجر إن شاء الله، وهو توزيع المي، والحمد لله رب العالمين الله من علينا بها السيارة وصرنا نشتغل عليها. نطلع الصبح يعني تقريبا ساعة 9 نشتغل شوي، عندي بعد العصر حلقة بجي على البيت بريح شوي وبعدين بروح على الحلقة، والشغل يعني الحمد لله ماشي الحال. على الطلب بيجيك طلبية؟ اي نعم نعم الحمد لله رب العالمين. ايه كم سيارة نهار ممكن تنقل؟ يعني ممكن 3 ممكن 4 لا يعني لا 6 نقلات بالكثير يعني. بقلب القرية هون؟ نعم بقلب الضيعة ما بنطلع لبرا. ايه والاسعار يعني مناسبة بالنسبة لنا وبالنسبة لأهل القرية يعني. رايحين على الجامعة هلا، في عندي حلقة القرآن في الجامعة تقريبا شي 25 طالب، بعطيهم قرآن تجويد والحمد لله يعني أنا عندي إجازة في التدريس، تدريس القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. إي أكيد طبعا يعني هذا اللباس ما هو لباس الجامعة طبعا، لباس لباس قلابية ولباس رسمي يعني. شو السبب اللي خلاك يعني
على الرغم من عملك الشاق. طبعا احنا اولا ويعني مبدئيا اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبعدين يعني الطلاب صايت تنقطع عن المدارس بشكل كبير، فحبينا يعني نجمع هالطلاب نخليهم يضلوا مستمرين في الحفظ في يعني متابعة الدراسة مشان ما الانقطاع يأثر عليهم يعني. طب محمد هلق الطلاب حاليا عم في رأيك يعني هل الدورات اللي عم تتم في المساجد يعني كافية عن التعليم المدرسي؟ طبعا هي مو كافية بس هي مكمل يعني للمدرسة. نعم. هلا في هالقرية هي 160 حافظ القرآن صار تخرج من الجامعة. نعم الحمد لله وأكثر شوي يعني كمان. حافظ وحافظة. حكينا عن الموضوع هذا وإقبال الأطفال حتى على تعلم القرآن الكريم في المنطقة. والله الحمد لله رب العالمين الإقبال كبير يعني. يعني بخلال هالثلاث أربع سنين الأخيرات الحمد لله رب العالمين يعني كانت الضيعة صفر بالنسبة للقرآن فالحمد لله رب العالمين اليوم عندنا أكثر من 160-170 حافظ وحافظة للقرآن الكريم غيبا. الحمد لله رب العالمين، والحلقات عندنا كمان يعني ما يزيد عن 25 ل 30 حلقة بين إناث وذكور. الإقبال كبير الحمد لله رب العالمين. العدد تقريبا يعني بال 23-24 طالب الحلقة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. عم ناخذ اغراض للبيت، فبتعرف انت بهالوقت ما بتعرف تاخذ اغراضك يعني اسبوع كله، فعم ناخذ كل يوم بيومه مشان الكهرباء ما في كهرباء. هذا سوق الضيعه هون بازار يعني هو بيوم الاربعاء، بس بشكل عام هون السوق يعني المركز للضيعه. ناخذ اغراض لهالبيت شوف شو الاسعار عم تشوف؟ والله يعني بتطلع وبتنزل. السلام عليكم. كم الخيار ابو عبد الله؟ هذا 75. اعطينا كيسات يعني مراعاة ما في. سلام تكرم شيء. اعطينا صوت اللبن، شو قد حقه؟ مع صوت اللبن بدون. يعني اذا جبنا لك سطل رجع لك 50 ليره. ماشي هذا السنه يعني الساعه اول الموسم. هون الجمال الاسعار كويسه والله، هي من امبارح لليوم افرع السعر. الله يجزيك خير. السلام عليكم. ديم سليم شلونك؟ شغل بخير تفضل. أنا توكلت على الخبزات. بدي تحكينا على الخبزات؟ أيوه عجنت وبدي أخبز لهم خبزات على الإفطار ياكلون تازة. أعطيني شوبة خاي.
15 هذا حاليا برمضان بس ولا بشكل عام؟ يا اخي والله يا اخي عندي بيكون ما عندنا خبز نقوم نشتغل. ايه هذا شغلنا من ابا وجدود، نحن متعودين عليه. قطعنا الفروج وفرمنا البطاطا، سلقنا نص سلق للفروج، حطينا البطاطا تحت والفروج فوق. ايوه هذا شكله وهذا عمله. يا عيني انا وش الشيء جنب هذا؟ سلطه، سلطه هاي بندوره وخيار متبله جنب المنه نفس الوقت. ايه وبيحطوا لبن كمان جنب المنه وبنفس الوقت خبز الصاج. اي نعم إيه نعم الله يحن عليكم. الله يسلمك يا رب. نعم نعم أنا يعني بحب هيك الزراعة والسقية وهيك شغلات يعني. نعم. اسمك عمو؟ مايا. انت تطلع معنا ببرنامج مواد رمضان صح؟ انت اسمك عمو؟ مروه. مروه عشت اسامي يوميه مروه. ايش اسمك انت؟ نجاح. لجين. لجين عشت اسامي لجين. في موضوع كنت عم تاجلنا اياه للاخير، هو موضوع استشهاد ابنك محمد. نعم والله يعني هو من بدايه الثوره كان لسه صغير يعني تقريبا عمره 14 سنة. كان عنده يعني نفس الثورة، كان يطلع من مظاهرات حتى بدون ما كان لي خبر يعني. فبعدين عند اللي يعني كبر شوي صار خرج يعني حمل السلاح، التحق بالفصائل وتقريبا ضل شي 3 سنين أو آخر شيء يعني كان مع فصيل واستشهد. الله يتقبله إن شاء الله. أي جبهة؟ جبهة خان طومان بالريف الجنوبي. بالريف الجنوبي. سيدي رسول الله فيك فما أقول، سيدي رسول الله فيك فما أقول، لديك المدح لديك المدح معتكر خجول، فلا خالد وفاك القوافي ولا عمر تسبقه العذول. سيدي رسول الله يا عالم الهدى، من فاته منك وصل حظه الندم، ومن تكن همه ومن تكن همه تسمو به الهمم، وناظر في سوى معناك يا حبيبي، وناظر في سوى معناك يا سيدي يا رسول الله، وناظر في سوى معناك حق له تفيض تفيض عيناه بالدمع وهو دم، فما المنازل لولا أن حللت بها
وما الديار وما الأطلال والخيام. أخذتم الروح مني يا حبيبي، أخذتم الروح مني في ملاطفة فلست أعرف غيرا، مذ عرفتكم نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا تؤديني لربعكم. فكل يوم هيك بتسوي ولا بس اليوم حجيتنا؟ يعني ما هو كل يوم. هو الخط يعني عندي بيجي انا عم بيت عمي زيارات، في الشيخ امين هو موجود هلا، هو اللي انا عم بتعلم والشباب هون في المعهد بيتعلموا، فامين هو كمان شغله الخط ياخذها كمان هوايه، كل ما بيجي لعندهم نبرك انا وياه هيك بيتعلم. يعني انشاد يعني ما هو يعني كل ما بيجي لعندهم انشد اوقيت يعني هيك عندي بكون واحد شوي يعني مضطهد. طبعا مالك بالحياة العادية شو؟ الأحوال العادية والله ما في شيء محدد، يعني عامل عادي، بس يعني شغلتي الأساسية كنت أشتغل أنا والأخ أبو لطفي والرسام يعني بالمدارس، المنظمات مو في منظمات بتتبنى دهين المدارس، فنحن بناخذ الرسومات، رسومات أطفال يعني. طبعا الرسومات كان كلها تهادفة يعني تعلم الطفل كمان مدرسة، كان الصلاة، أداب المساجد، أداب طلب العلم، والشيء اللي بيفيد يعني للطالب في المدارس. وهيك مشاهدينا بنكون انهينا حلقة اليوم من برنامج موائد رمضان مع العم ابو محمد، وحاليا راح اتناول وجبة الافطار وادى المغرب، ويعطيك الف عافية عم ابو محمد، وبتشكر كل اللي موجودين هون، وبتمنى تنتظرونا في حلقة جديدة من ريف حلب ايضا. السلام عليكم.